شارفت شركة مجموعة اتش اس الكندية المكلفة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لتطوير وادي عربة على الانتهاء من إعداد المخطط الشمولي لتطوير وتحقيق تنمية متكاملة لمنطقة وادي عربة على مدى 30 سنة قادمة، وإعداد استراتيجية تسويق تعزز تنافسية المنطقة وتجذب استثمارات جديدة في كافة القطاعات. حاليا نحن في المراحل النهائية للمشروع. المشروع يعني مشى بخطى سليمة ووفق البرنامج الزمني المخطط له، والحمد لله كانت النتائج طيبة جدا. عملنا ورش عمل وعملنا لقاءات مع المجتمع المدني، وتطرق طبعا المشروع إلى فكرة المشروع الرئيسي هي تطوير المنطقة من وجهة نظر اقتصادية، وتطرقت إلى مواضيع مختلفة جدا، منها تطوير الاستخدامات الأراضي، النقل والمواصلات، البيئة، القطاع السياحي، القطاع الزراعي. المنطقة مهمة جدا وحساسة لأنها منطقة حدودية، لذلك التطوير فيها مهم جدا أن يأخذ بعين الاعتبار الخصائص تاعت هذه المنطقة. عدد السكان بحدود 12,000 مواطن بهذه المنطقة، موزعين على تجمعات سكنية من شمالها لجنوبها، تميز بخصائص بيئية مهمة جدا، لذلك عند التطوير أخذ بعين الاعتبار بأنه يتم التطوير بطريقة مستدامة.